السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم محاضرة لكتشر 8، محاضرة الثامنة، وهي الجزء الثاني أو بارت 2 أو التكميلي المحاضرة السابقة، تحمل نفس الموضوع الباسيف فويس. فطلاب المحاضرة السابقة مثل ما تعرفتوا من خلالها قدرنا أو تكلمنا ووضحنا كيف نكون جملة الـ passive sentence from the active sentence. سويكم a quick review، مراجعة سريعة المحاضرة السابقة حتى نربطها المحاضرة الحالية. عرفتم من خلال المحاضرة السابقة طلاب بالبداية شلون نسوي الـ passive sentence من الـ active sentence. احنا عرفنا شنو الفرق بين الـ active والـ passive. الـ active الـ subject أو الـ agent هو صريح موجود، وهو الفعل اللي يقوم به يتلوه وبعدين الأوبجكت، بينما ترتيب الجملة يختلف بحالة الباسيف سنتنس، بحيث يكون الأوبجكت هو يأتي بالمقدمة at the beginning of the sentence. then حتى ننشئ بعدها حتى ننشئ الباسيف لازم نستخدم هذه الصيغة be the past participle. بما أنه احنا جبنا الأوبجكت وبما أنه الفيرب كان بالماضي، لذلك شنو راح يصير الأوكسيلري فيرب هنا وير أيضا بالماضي، بما أنه جمع صار the children were rescued أنقذوا. عندما أريد نذكر الأجنت نستخدم الحرف الجر أو preposition by، راح يصير the children were rescued by the firefighters. بهذا بما يخص تكوين ال passive sentence. بعدها طرقنا طلاب سوينا مقارنة شلون نصيغ كل الجمل مقارنة بين الأكتف والباسف النفس الفيرب حتى نكون على دراية كاملة بتكوين الباسف لكل الأزمنة باللغة الإنجليزية. وأيضا اتطرقنا طلاب الأسباب اللي تؤدي إلى استخدام الباسف فويس، وكل سبب كنا شرحناه بالتفصيل وأخذنا عليه أمثلة. وبعدين أخذنا أكملنا كل الأسباب، أخذنا أمثلة بشكل عام، سوينا مقارنة بين الأكتف والباسف، بعدين أخذنا أمثلة شوية أكثر صعوبة، وبعدين سوينا ميكسينج بين الأكتف والباسف. واليوم محاضرتنا طلاب أيضا الجزء الأخير من الباسف فويس، بس مو باستخدام الريجولر فورم الصيغة النظامية أو المعروفة اللي هي بيزاد باس بارتيسيبل. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على طريقة ثانية وهي باستخدام الهاف آند الجيت. هنا بهاي الطريقة طلاب راح يصير الهاف آند الجيت يكون أو يأتي بعد الهاف آند الجيت الأوبجكت، مو مثل ما كنا ناخذه بالمحاضرة السابقة ناخذ الأوبجكت بعدين الأكسيلاري فيرب بعدين باست بارتيسيبل. هنا لا، يصير الهاف والجيت بالبداية، يجي بعد مباشرة الأوبجكت، وبالأخير يجي الباست بارتيسيبل. راح أيضا نتعرف إيش وقت نستخدم الهاف أو الجيت أو كلاهما يصح استخدامه. نجي الاستخدام الأول the passive form half object past participle is used يستخدم to talk about something للتحدث عن فشيء ما we pay other people to do for us. يستخدم عندما أريد نتحدث عن فشيء احنا ندفع لناس آخرين حتى يقوموا ويعملوه لأجلنا. ناخذ example. For example مثلا I had my car repaired. I had my car repaired. I هنا جينا هاي الصيغة استخدمناها had لأن بالباست مباشرة يجي وراها الأوبجكت my car repaired. الفعل الرئيسي تصريف ثالث past participle repaired. هنا أنا معناها شنو من أنا أسمع واحد قاعد يقول له أنا من راح أحكي I had my car repaired، المقابل راح يفتهم مباشرة بأنه أنا أخذ السيارتي إلى فد ورشة أو محل خدمات أو بالجراج بحي الصناعي صلحتها بدون أن أذكر. إذن هاي هي صيغة passive voice بدون أن أذكر من المصلح من اللي قام بالعمل ولا أعطي أي تفصيل، مجرد أنا بينت أن هذا الشيء قد تم وأنا دفعت من أجله. يلا هذا الشيء كان يعني مقابل ثمن، هاي الخدمة أنا حصلت عليها مقابل ثمن. لذلك عندما أريد أستخدم أتكلم عن هذا اللي بخصوص فتشي أنا أدفع مقابل أحصل على خدمة أو ناس تقوم لي أو تأدي لي معروف،
فهنا أيضا راح نستخدم have object past participle. مثال ثاني, she has her house painted. هي بيتها قد صبغ, يعني هنا أيضا هي استأجر الصباغ, دفعت له مبلغ من المال, صبغت البيت. فمن تقول she has her house painted مباشرة المقابل راح يعرف بأنه هي جابت رجل استأجرتها, دفعت له مبلغ مالي مقابل هاي الخدمة أو العمل اللي سواه. لذلك هنا قلنا نستخدم وندم مرة نتكلم عن something we pay other people to do for us, ليقوموه ليعملوه من أجلنا. She has her house painted. بينما إذا نقول she painted her house, هنا مباشرة راح أفتهم هي بنفسها قامت بصبغ البيت. بس من تقول مثل I have my house painted, مباشرة أنت راح تعرف بأنه أنا استأجر الصباغ وقام لي لمهنة, أو أنا استأجر الصباغ وصبغ البيت. واضح طلاب؟ فهذا الاستخدام الأول الـ have object past participle. نجي أيضا الاستخدام الثاني the second use of the passive form, صيغة الـ passive الـ have و got. الـ get العفو هنا أنا داخل غمالة الـ have or get, يجي قلنا مباشرة بعدها الobject زائد past participle. استخدام الثاني شو وقت when it is difficult to have something done, عندما في شيء جدا صعب نحصل عليه أو ينجز, عندما يكون في شيء صعب علينا ينجز أو في شيء مو بالسهولة نسوي. مثلا example after many years of trying he finally had. أما have هنا بما أنه after many years of trying he finally had, بما أنه ماضي get تصبح got, he finally had or got his book published. هنا his book شنو هي طلاب؟ تعتبر object. فقلنا after many years of trying he finally had his book published, يعني وأخيرا يعني استطاع أو تمكن أو شنو من نشر كتابه أو نشر كتابه, أو مثل مو إلا كتاب, مثل he finally got his paper or his academic paper published المجلة العلمية, مثل his paper in the IEEE journal published مثلا for example أو anything, يعني مو شرط, يعني مثل أي مثال بالكم, مثل بما بعد مجهود كبير مدة طويلة, مثل عندما في الشيء مو من السهل نحصله يعني نواجه بصعوبة, أيضا نستخدم هاي الصيغة have و get object past participle. أوكي طلاب, أخذنا هذا المثال. الاستخدام الثالث لل passive form with الاستخدام الثالث لل passive form with have and get, نستخدم ال get هنا زائد object زائد past participle. هنا لاحظها get مو have, get زائد object زائد past participle when it is more informal, يعني شنو عندما يكون في الشيء غير رسمي, مثلا في الشيء friendly أو ودي بين أصدقاء أو معرفة أو ميانة. فهنا أنا ما يحتاج تستخدم ال have, بس ال get, get object past participle. But both have the same meaning, ولكن كلاهما هم بالمحصلة يعني تطلع بنفس النتيجة أو المعنى. يعني إذا قلنا get وال object past participle و have object past participle هم اثنيناتهم يعطون نفس المعنى, بس اذا احنا حسب العلاقة, مثل اذا انا قاعد اتكلم مع اصدقاء وعندي ميانة واكويت شي يسموها informal, فلذلك اميل الى استخدام ال get object past participle. بس اذا كانت العلاقة رسمية كانه مع مسؤول او اخ اكبر او عام او اب, احشين نستخدم ال have object past participle. For example she got her hair cut yesterday. She got her hair cut yesterday. هي قصت شعرها البارحة. مثل هي من تريد تحكي ويا صديقتها راح تستخدم صيغة got. لو مثل أنا من أريد أحكي عنها ويا صديقي, مثل قلت قاعد أقول له she got oh he got her hair cut yesterday. بس من أريد أحكي بصيغة formal ما راح استخدم got, هنا راح استخدم شنو have, بما انه بالpast راح استخدم had. She had her hair cut yesterday. اوكي طلاب, بس هنا نرجع ونقول هنا اثنينات اللي يحملن نفس المعنى. الاستخدام الرابع والاخير للget زائد past participle.
هنا إذا تلاحظون هذا هم يعطي معنى passive، بس شنو الأوبجكت ما هو؟ مباشرة ورا الجيت past participle. شو وقت نستخدم هاي الحالة؟ وهذه يعني أكثر شيء عن مستخدمة برا. For things that happen، عندما تحصل شغلات. By accident، accident يعني فشي إحنا ما مخطط إليه. Or things which happen to us that are unpleasant، يعني أو شغلات تحصل لنا هي يعني مو مسرة مو مفرحة، يعني ما تبشر بخير، يعني شوية غير يعني لا تبعث على السرور، شيء فشيء are unpleasant. فأما by accident or are unpleasant راح نستخدم get زائد past participle. نأخذ أمثلة. Example: it's common for things to get broken. It's common for things to get broken when you move. عندما تنتقل يعني من سكن إلى سكن، بالعام يقول من الشيل، يعني من يعني شو اسمه فشي من يعني شيء اعتيادي، راح تحصل على شغلات بالنقل راح يتكسر راح يتحطم. For things to get broken like مثل TV، شغلات شاشة، شيء أي شيء يعني فراجل هش ممكن بالنقل يحطم، من المتوقع أن يتكسر. It is common for things to get broken. فهذه الشغلة تعتبر شنو؟ unpleasant. لذلك شو استخدمنا؟ get broken. أيضا example ثاني: my luggage got stolen somewhere at the airport. my luggage بالأيربورت عادة ما يصح لها باجج، هي الباج هاي الصغيرة، فمن الصير أم 20 كيلو أكبر يصح لها باجج أو luggage. المطارات سموها لاجج. بنقول my luggage got stolen، سرقت، هذا شوف هم تصريف الثالث، somewhere مكان ما at the airport في المطار. فأيضا هذه الحادثة ما تدعو إلى يعني مو فشي داعي للسرور، فشي محزن unpleasant. بما أنه unpleasant فشو استخدمنا؟ got stolen، get زائد past participle، فهو قاعد يحكي شيء بالماضي فصارت got مو get. هنا أنا ليش قلنا get؟ لأنه قبلها to، لازم يصير الفعل مصدر. واضح طلاب؟ هذه الاستخدامات الأربعة بالنسبة للpassive voice باستخدام صيغة الget or have. راح نجي نسوي practice، نأخذ أمثلة. Use the promise in brackets to complete the sentences with have, get, that, past participle. استخدم الكلمات الموجودة بالأقواس حتى تكمل الجمل مع المعونة واستخدام الهاف والجنس على الباس بارتسبل. هي بالحقيقة ذني كلها نفس هذا السياق، فإحنا راح نأخذ واحد كأنه مثال، وإحنا راح نعطي الأنسر، والباقي إحنا مباشرة راح نجاوبهم. Number one: last year I forgot my eyes treat by laser because I has got very short sight. السنة الماضية I فراغ، فبما أنه تريد شنو هو الفعل والماي آيز شنو الأوبجكت، فهنا أقدر ممكن أستخدم have or get. بما أنه بالماضي فش تصير؟ أما مثل I had my eyes treated، يعني أنا لين قلنا فش قاعد ندفع له pay for people to do something for us، لذلك استخدمنا هاي الصيغة have get had past participle. فبما أنه يكون يصير I have or had، العفو I got or had my eyes treated by laser، عولجت عيوني بالليزر because I has got very short sight، لأنه عندي قصر نظر. الأنسر I got had، هذا النشين اللي قلنا الصيغة، يجي الأوبجكت مباشرة بعدهن got والهاد والفعل بالتصريف الثالث I got had my eyes treated. Number two: Joe is going to فراغ، أيضا أنا مباشرة جاوبة Joe is going to have ممكن get his tattoo removed، هو راح يذهب أو سوف يحكي عن المستقبل، يعني يوخر أو يقلع يسوي له remove للتاتو مالته. ليش؟ as soon as he can afford it، حالما يتمكن يعني افورد، ما نوع يعني تمكن المادي، تمكنه المادي. لذلك because he really regrets، لانه نادم. regrets دائما هذا الفعل يجي وراء gerunds، يعني فعل b-i-n-g. he really regrets
نادم، فبما أنه هذا الشيء نادم على فد شيء، هو دفع فلوس حتى سوى، لذلك أيضا هنا هي هذه بالسؤال هم بين قوسين it و do، فلذلك شو راح يصير؟ regrets جبنا الفعل هذا have، get شو يصير؟ getting، لأن قلنا وراء ing have يصير having. ال it هي ال object هذه وياها هنا ال it، وشو يصير؟ he really regrets getting or having it، والdo راح يصير done تصريف ثالث لأنه نادم على أنه دفع مال على مود حص سوى هذا الشيء. لو أوكي طلاب معناه واضح إن شاء الله. بصير Joe is going to have get his tattoo removed as soon as he can afford it because he really regrets getting it done or having it done. Number 3. My sister has had her hair dyed orange recently. بما أنه recently فمن أريد أستخدم have، شرح أستخدم هنا recently معناه شنو؟ present perfect، فشو صير؟ has had، يعني بدل ما have صير has had. زين ورا ال have اللي هي استحولت هسه has had شنو يجي؟ مقلنا حسب الصيغة يجي وراها object، فهنا شنو هو ال object؟ her hair، أختي صبغت شعرها هنا بما أنه مؤخرا، لذلك استخدم has had بدل عن ال have. وهير هير الأوبجكت والداي يصبغ دايد تصريف الثالث مالتها، لأن احنا قلنا صيغة هاف بلس أوبجكت بلس تصريف فعل بالتصريف الثالث verb and past participle، بصير my sister has had her hair dyed orange برتقالي recently. واضح تلام؟ نجي number 4. Why don't you get، هنا أيضا هو بالسؤال هنا أنا why don't you خال فراغ كاتب لك your photo slash take. your photo شنو هي طلاب؟ object، فأنت تريد تسوي تصريف ثالث بما أنه why don't you get، أو تقدر تقول have، why don't you have your photo taken، تأخذ صورتك with your brother مع أخيك and give it as a present to your parents، وتعطيها كهدية لوالديك. نجي رقم 5. Poor Rachel her credit card got stolen yesterday. هنا شخال بين الأقواس her card credit عفوا her credit card و slash steal الفعل الرئيسي الفعل بزمن المضارع الماضي مالته stolen، لذلك ما استخدمنا هنا خلينا object بينات. ليش طلاب؟ لأن هنا نطبقنا عليها القاعدة رقم شنو؟ رقم 4. هذه عندما نتحدث عن شيء unpleasant by accident أو فشي حدث لنا كأنه هاي قلنا شون قلنا من الجنطة سرقت الجنطة بالمطار أو شيء فشي من تحكي عن فشي غير مسر، شو راح تستخدم؟ راح تستخدم بس الجوت زائد past participle مباشرة حسب ما راويناكم بالصيغة رقم 4 لاستخدام الرابع. فهنا poor Rachel her credit card مباشرة ما خلت الأوبجكت بيناتن، لا جبتها بالمقدمة got stolen سرقة yesterday، بس هذا لكم تميزوا. رقم 6. Could I have two copies of this made please؟ هنا شنو راح مثل مكتب أبو استنساخ وقريت شنو يستنسخ نسختين من هذا this of this فتشي مثل A4 paper عنده أو فتشي أو نسخة من كذا وصل أي whatever. فهنا قال could I have، ما أقدر هنا أستخدم get، هو صحيح يعطي نفس المعنى. ليش طلاب؟ لأنه أنا بالأخير get please، بما أنه قايل please يعني معناها شنو؟ شغلة رسمية. قلنا إذا informal ممكن أن نستخدم could I get two copies of this made، إذا ويا صديقك ويا واحد عندك معرفة بي أو ميانة، بس بما أنه formal فلذلك استخدمنا have. Could I have two copies of this made please. رقم 7. Number 7. Our house got burgled when we were on holiday.
برجل هو فعل يعني سرق أو يسطو المنزل. برجرين نيم الاسم مالته، لا تحوله كاسم نون. شنو يصير برجرين؟ الفيرب برجل. التصريف الثالث الباسف، التصريف الثالث هو هذا regular verb فايدي. فنقول our house لأنه هذا فشي unpleasant، أيضا استخدمنا صيغة شنو الصيغة الرابعة اللي هي got get زائد التصريف الثالث عندما نتحدث عن شيء unpleasant أو شيء حدث لنا by accident. مثلا نقول our house كما هذا بالمثال our house got burgled سرقة when we were on holiday. بما أنه هذا الماضي إذا أريد أستخدمه بالصيغة الريجولر في بالليكتشر 7 إيش يصير؟ our house was burgled or was stolen سرقة when we were on holiday عندما كنا بالعطلة. أوكي طلاب إن شاء الله واضح، وإن شاء الله من نسحنا لهنا كملنا الباسيف فويس بجزء إيه، تعرفنا شلون نستخدمه، طرقنا إلى صيغه وأيضا استخداماته وأمثلة كثيرة، وإن شاء الله طلاب لا تنسون الهومورك. شكرا جزيلا، في أمان الله.